حصلت شركة بنفيت الشركة البحرينية الرائدة إقليميا في المعاملات المالية الإلكترونية مؤخرا على جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021 كأفضل تطبيق للأجهزة الذكية. وجاء ذلك عن تطبيق الشركة الرائد للهواتف الذكية بنفيت باي، والذي تم تصميمه لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات عبر تمكينهم من إجراء عمليات الدفع والتحويل بصورة سريعة وآمنة ومريحة. ويؤكد حصول التطبيق على الجائزة مساعي الشركة باعتبارها رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.